وهنا فائدة منهجية ينبغي لمن يشرح كتب أهل العلم في مثل هذا الكتاب أن يبين مراد المؤلف بالأدلة، فيبين الشاهد في الدليل ووجه الاستدلال ويكتفي بهذا، لأن من الشراح أحياناً من يحول كتاب التوحيد إلى كتاب تفسير وشروحات أحاديث، فيتوسع في معاني الآيات والفوائد المستنبطة من الآية، فيتحول من كتاب متخصص في موضوع التوحيد إلى كتاب تفسير. ثم أيضاً إذا جاء للحديث يبدأ يترجم للراوي والفوائد المستنبطة، ثم يتوسع فيتشتت طالب العلم حينئذ. فينبغي في شرح المتون المتخصصة أن يركز على الشاهد ووجه الاستدلال، وهذه قاعدة منهجية لطلاب العلم في شرح المتون العقديّة.